ثانية واحدة عشان بس أنا اتفهمت غلط. الطبيعي من أيام أم كلثوم وعبد الوهاب حافظ. الطبيعي فعلا ان الست بتغير من الراجل. فانا حسيت ان احنا جايين النهارده انا واصاله. اصاله دي يعني حاجه كبيره قوي يا اخواني. فاحنا جايين معزومين اوكي، وحمائي وتامر جايين يحيوا الفرح. فانا حسيت بصراحه ان احنا سليبات، لكن انا مش بقلل ابدا من حمائي وتامر حسني. احنا اصلا تامر حسني وحمائي هم اللي عندنا في مصر ولا ايه؟ احنا ما عندناش غيرهم. وعايزه اقول ان خلاص راحت عليه، كبر خلاص في السن، فاحنا اللي جايين. بقول لك ايه؟ بموت فيكي طبعا وفي صراحتك، لكن الفرح هيبوظ. انت واخده بالك؟ الناس جايه تنبسط. احنا نغني يا جماعه، عايزين سقفه شيرين يا جماعه، سقفه جامده قوي كده. غني لو كنت نسيت. افكرك حبيبي. حبيبي قلبي. افكرك حبيبي لو كنت نسيت. افكرك حبيبي لو كنت نسيت. افكرك حبيبي ما انا كنت نسيت. يلا يا جماعه.